Assalamu alaikum wa rahmatullah. Me llamo Sherifo. Tengo 26 años y tengo memorizado unos 14 ahzab del Corán. Y ahora voy a recitar, inshallah, unas ayat con la qira'ah, la recitación hafs. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wadakhala ma'ahu as-sijna fatayan. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله.